الفاير باس الأول أو فاير باس الساكورة هو أول فاير باس ينزل في لعبة فري فاير، وبالضبط نزل في 2018 وبعد أكثر من 5 سنوات وهو نادر. غارينا في الدقيقة 90 قررت ترجعه، فعلا رجعته في هذا الحدث، سواء الحدث لسه ما بدأ أو بدأ، المهم خلاص هذا الأسطورة الذي ترى أمامك قريبا سيصير مثل أي سكين عادي في لعبة فري فاير، مثل ما حصل للكريمينالات. لذلك يا أساطير في فيديو اليوم سوف أرجع بكم بالزمان للوراء لسنة 2018، سنة اللي كان فيها فقط أساطير فري فاير الذين نسميهم الآن لاعبين قدماء، سنة للقليل اللي كان يشحن فيها والقليل اللي كان يهتم بالسكينات أو يطردك من السكواد لأنك ما تشحن، سنة التي اشتاق لها كل لاعب فري فاير. لذلك في هذا الفيديو يا أساطير سوف نقوم بعمل ردة فعل على أول شخص يشحن الفاير باس الساكورا، ونشوف شو كان في هذا الفاير باس، وكمان نرجع الذكريات. لذلك يا عزيزي المتابع لا تنسى أنك تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد، وكمان لا تنسى الفولو في الانستغرام وأيضا الاشتراك في قناتي الثانية. وهيا بنا لسنة 2018. قولوا لي اول شيء رايكم بالفيس كام يا اصدقاء، الفيس كام من سوق الجمعه. المهم كما ترون انا الان في 2018 شحنت الفاير باس، كما ترون 10 نقاط تحصل على هذا البانر. شوفوا شوفوا يا اصدقاء فاير باس ساكورا كيف كان في ذلك الوقت يا حبيبي، شوفوا الحذاء يا اصدقاء كيف شكله، 25 نقطه تحصل على الحذاء يا اخي، والله العظيم ايام يا اخي. الناس اللي عاشوا هذا، انا بكل صراحه لم اعيش هذه اللحظات في 2018 لانني بادئ اللعبه في 2019، ولكن والله شوفوا شوفوا يا اصدقاء 55 نقطة كنت تحصل على السروال. شوفوا يا اصدقاء الافاتار، شوفوا كمان شوفوا راس الساكورا كنت ب70 نقطة تحصل عليه يا حبيبي. شوفوا شوفوا الفاير باس يا اخي، والله العظيم يا اخي 2018 ايام يا اخي، ايام ايام الناس اللي عاشوا في هذه الايام، والله العظيم انكم عشتوا افضل ايام حياتكم، رغم انه يعني الساكورا رجعت رغم كل هذا. شوفوا شوفوا يا اصدقاء الان 2018 بعد شراء الفاير باس يتوفر لك قسم جديد من المهمات، تعطيك كل مهمة 5 شارات، يعني بكل سهولة راح تفتح كل الاغراض، وهلا راح نجرب جميع الاغراض اللي اخذناها من الفاير باس يا حبيبي. والله العظيم يا اصدقاء يعني هذا الشخص يعني اللي يعني انا لا اقصد انه اول شخص راح يشحن الساكورا، ولكن يمكن اول عربي راح يشحن الساكورا لانه هذا الشخص عربي. شوفوا يا اصدقاء الان حصلنا على جميع الاغراض تبع الساكورا، الان نروح نغير الكاركتير. اوكي جبنا ماكسيم، ما في سكايلر ولا الوك ولا اي شيء، يوجد فقط ماكسيم. اوكي شوفوا يا اصدقاء حتى مكان الخزنه كيف كان، شوفوا شوفوا مكان الخزنه كيف كان، شوفوا السروال تبع الساكورا يا حبيبي، والله العظيم يعني شيء لا اعرف يعني كلمات لا استطيع انني اعبر لكم بها. شوفوا يا اصدقاء والله بكل صراحة كفو على هذا الشخص او هذا اليوتيوبرز يعني اللي صو، ورح نلعب جيم نشوف حظنا ونجرب سكينات الاغراض واللباس يا حبيبي، والله العظيم ايام 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 بكل صراحة. المقطع يقطع في القلب يا اصدقاء، شوفوا الناس الاساطير اللي شحنوا الفاير باس زمان، يعني شحنوا فاير باس ساكورا بعزه ونصره، يعني وجابوه في حسابهم وكان من اندر سكينات في الاخير. كلاخان شحن يعني حمل لعبة في 2023 شلون راح يصير عنده ساكورا، والله العظيم شي فعلا يزعل. شوفوا حتى الخريطة كيف كانت، يعني هذه 2018 اعتقد انه التحديث الثاني يا اصدقاء في لعبة فري فاير. يلا دعونا ننزل الان، نحن ننزل يا اصدقاء، يلا دعونا ندور على كيلات. شوفوا يا اصدقاء يعني هو مسرع المقطع، يعني المقطع يمكن جا فيه ساعة وهو حب انه يسرعه يا اصدقاء، لو ما سرعه كان المقطع راح يجي فيه 3 ساعات. كما تعرفون يا اصدقاء يعني جيم بلاي يكون يعني طويل نوعا ما. اوكي نازلين معانا ناس، اوكي وجد شوتجن، يلا وجدنا شوتجن ايضا دم، يلا يلا اوكي نحمل هذا، اوكي ما نحمل هذا السلاح، اوكي وجدنا ايضا شوفوا شوفوا يا اصدقاء الازرار، الازرار ركزوا لي مع الازرار، يلا اوكي وان تاب، وان تاب اسطوريه. شوفوا يا اصدقاء ردت فعلكم في التعليقات، وان تاب خنفشاريه يا اخي، ما في حدا في التعليقات يقول لي لا صفراء، هذه وان تاب انتهى الموضوع، وان تاب 2018. لاحظت يا اصدقاء انهم في 2018 القليل جدا اللي كان يجيب حمار، يعني كما شفتم الاصفر ثم الاصفر ما في احمر ابدا. بان عليك الامان، بان عليك الامان، يلا بسكوب، يلا ابلع 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 يا حبيبي 235.
كابتن الساكورا الأسطوري، يلا نعبي دمنا. شوفوا الدم كيف كان في ذلك الوقت يا أصدقاء، هو لاعب بالساكورا كامل متكامل، يلا ابلع انت كمان. شوفوا الطريقة كيف كنت يعني بتحصل على يعني الذخيرة وعلى هذه الأشياء، شوفوا الأزرار كيف كانت يا أخي، والله العظيم أيام مع فري فاير. لا أعرف ليش تصويره بهذا الشكل، يعني الأسود يعني كأنه المقطع يعني مسود شوي، لا أعرف شو هو السبب، هل يعني من التصوير أم يعني نحن نتحدث في 2018 يا أخي، يا عادي عادي جدا ما في مشكلة، يلا أي تصوير ما بيهمنا، المهم أنك صورتنا أنك حصلت على الفرقة، والله كفو علي يا أصدقاء. المهم هذا هو هذا يعني اسم قناته يا أصدقاء، علشان يعني ما تقولوا أنني ما جبت لكم يعني حتى اسم قناته، إحنا ما بنحسد حدا يا أصدقاء، بالعكس كفو عليه ونتمنى أنه يرجع لليوتيوب يا أصدقاء لأنه غابر كتير. المهم هذا هو اسم قناته كما ترون. المهم يا أصدقاء الآن دعونا نروح نبحث على شخص ثاني، يلا نبحث نبحث، يا للهول وجدنا السيارة، يلا دعونا نبحث بها على الناس، نبحث على الناس بالسيارة، في واحد أمامنا، في واحد أمامنا، راح نجيبه وانطب، يلا شوفوا شوفوا الأحمر، شوفوا الأحمر يا حبيبي، شوف الأحمر، شوف الأحمر، ما في أصفر أبدا، يقول لي واحد أصفر في التعليقات أفنشوا يا أخي، ما في أصفر كلها وانطب، يعني كفو علي، أنا أسطورة، أنا أسطورة ألعب في 2018 يا حبيبي، والله العظيم يا أصدقاء نتمنى إنه قارينا ترجع لنا هذا التحديث القادم. شوفوا الأزرار كيف كانت، شوفوا يا أصدقاء لابس ساكورا كاملة متكاملة يعني والله لا أعرف شو راح أقول لكم حتى، يلا يلا بان بان بان، يلا خلونا ننزل من السيارة، يلا بدنا نقتله، لا ترمي قنبلة، لا ترمي، يلا ابلع، وان تاب أسطورية، وان تاب أسطورية يا أصدقاء. أتحدى شخص في التعليقات يقول لي أنها صفراء، وان تاب. بكل صراحة يا أصدقاء جميع لاعبين فري فاير يتمنوا أنهم يرجعون لسنة 2018 للزمن الجميل يا حبيبي. في واحد أمامنا، في واحد أمامنا، يلا في واحد أمامنا، ابلع ابلع، ما راح أعمل عليك لا زوم ولا أي شيء، يلا ابلع 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 يا أخي، ليش الإيم ما يزبط، يلا ابلع يا أخي، وان تاب أسطورية، كفو علي كفو علي كفو علي، انا اسطوره، انتهى الموضوع. وفي واحد تاني، في واحد تاني، يلا ابلع ابلع، اوكي هربت، راح اتبعك، ابلع 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 ابلع، يلا ابلع، موت موت موت، يلا نتبعه نتبعه، ارمي قنبله ارمي قنبله، ابلع يا حبيبي ابلع ابلع، اهرب اهرب هروب سريع، هروب سريع، يلا يلا هروب سريع، نعمل دمنا نعمل دمنا، اوكي نعمل دمنا يا اخي، والله العظيم اتمنى لو ان فري فاير ترجع لنا فقط هذا التحديث سبع الازرار وكل شيء. المهم هذا الشيء اللي تشوفونه امامكم بدنا اياه يرجع بالجرافيك الخايس بكل شيء، المهم بدنا هذا التحديث يرجع، والله العظيم نتمنى. شوفوا حتى لما كنت تركب في السياره، شوفوا شوفوا حتى الازرار تبعها كيف كان، والله العظيم شيء اسطوري. في واحد في واحد، ابلع 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 يا حبيبي، ابلع ابلع، لا تقولوا لي انني قتلت بوت ولا هذا شخص حقيقي وقتلته وان طاب، ابلع 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 ابلع، ما حب يموت ما حب يموت، يلا نختبئ نسوي دمنا، لا لا ما راح نسوي دمنا، يلا نسوي نسوي دمنا، يلا بسرعه 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 بسرعه، يلا سوي لي دمك يا ساكورا يا حبيبي ساكورا، يلا ابلع ابلع، لا ما حب يموت، ابلع ابلع يا اخي، شو ما حب يموت ليش يا اخي، نسوي دمنا نسوي دمنا، وينو هاد وينو، يلا بان بان يا حبيبي، يلا لا 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 قتلني قتلني، اوكي اوكي ما في مشكل يا حبيبي، 8 كيلات، يلا نخرج يا اصدقاء، يلا نخرج نشوفوا كم جبنا من كيلو كم جبنا من دمج، يلا اوكي قتلني هذا البوت، يلا اوكي كما ترون يا اصدقاء جينا الطب 5 جبنا 8 كيلات، نحن اساطير انتهى الموضوع. وهنا يا أساطيري سوف نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى أنه هذا الفيديو يكون نال إعجابكم يا أصدقاء. في هذا الفيديو فقط حبينا أننا نرجع ذكريات 2018 يا أصدقاء، الأيام التي لن تعود أبدا، وأتمنى أنه هذا الفيديو يكون نال إعجابكم، تكونوا حزنتم فيه وسعدتم فيه وكل شيء. المهم ذكريات فري فاير يا أصدقاء التي لن تعود أبدا، حاولنا أننا نرجعها، وأتمنى أنه هذا الفيديو يكون أعجبكم، إذا أعجبكم فلا تنسوا أنكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الأولى، ولا تنسوا الفولو في الانستغرام وأيضا الاشتراك في قناتي الثانية، وبدون مطولات أكثر كان معكم أخوكم لين إكس، والسلام عليكم.